طبعا احنا على مدار الايام اللي فاتت كنا دايما بنتابع مع حضراتكم الاصلاحات والتطوير الذي حدث في ملف التعليم، وهو في الحقيقه يعني الاصلاحات والتطوير اللي حصل يعني غير مسبوق على مدار السنين اللي فاتت، سواء كنا بنتحدث عن تغيير المناهج، طريقة الامتحانات، تطوير حتى أساليب التعليم، تدريب المعلمين بشكل مستمر عشان يطلعوا طلبة قادرين على الإبداع والابتكار وليس الحفظ والتلقين. وكمان في نقطة مهمة جدا، فكرة إنه في سعي ورغبة إنه يتم تطوير اللغات الأجنبية في المدارس المختلفة ومنها اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية لجعلها من اللغات الأساسية يتم تعليمها في المدارس، مش عشان فقط أن اللغة الفرنسية هي يعني لغة رسمية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لا، لأن هي لغة تواصل، لغة دول كتيرة جدا، اللغة الرسمية في عدد كبير جدا من الدول، ده غير طبعا أن هي لغة الأدب والفن والثقافة العريقة. في هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية وتوفير التدريب اللغوي والتربوي للمعلمين لزيادة الكفاءة. دكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، صباح الخير. يعني والله أنا شخصيا سعيدة جدا بهذا القرار، لأن اللغة الفرنسية من اللغات الجميلة جدا، لغة الفن والثقافة ولغة تواصل دول عديدة، يعني هي اللغة الرسمية في عدد كبير جدا من الدول. أهمية هذا القرار إيه يا فندم؟ هو طبعا مسيرة تطوير التعليم المتنامية أخذ في الاعتبار أن لابد من الانفتاح على التعليم غير التعليم الدولي والعالمي ووضع التعليم المصري في اطار المنافسه العالميه. فزي ما حضرتك قلتي ان اللغه الانجليزيه لغه اولى في كثير من المدارس، اللغه الفرنسيه ايضا ستكون لغه اولى في كثير من المدارس، لان اللغه الفرنسيه بتفتحنا، بنفتح على عالم اخر، بنفتح على حضاره، الحضاره الفرنسيه، بنفتح على اللي هو المدنية والرقي اللي موجود في فرنسا. فاللغة مش لغة معناها تحدث واستماع وقراءة وكتابة بقدر ما هي انفتاح على الثقافة، لأن اللغة بتدرس في إطار الثقافة التي هي تحملها، والإنسان هو اللغة وهو الثقافة. فإحنا هنا بنختلط بدول متقدمة، قطاع كبير من الدول الحضارية اللي سبقتنا في كثير من جوانب الفن والموسيقى والرسم والتصوير وعالم النور اللي احنا بنسعى اليه من فتره. طب دكتور حسن، اللي هيكون ده من اولى اعدادي، يعني التعليم هيكون من اولى اعدادي؟ بالضبط، هيكون لغه اولى زي اللغه الانجليزيه. لغه ثانيه بقى فرنسا، والمركز الفرنسي في مصر هيزودنا بالمعلمين وتدريبهم، هيدينا المواد التعليميه والكتب بحيث ان يتم التوسع في تعليم اللغه الفرنسيه. والحقيقه طبعا زمان زي ما حضرتك قلتي، يعني من قبل ثوره 23 يوليو كان من العقبه الحضاريه ان البنت لابد تكون متعلمه اللغه الفرنسيه، صحيح، متعلمه البيانو، متعلمه الفن والموسيقى. فدي عوده الى الحضاره وعوده الى التاريخ الحضاري اللي بتعيشه دول متقدمه زي فرنسا والقطاع اللي بينطق اللغه الفرنسيه وما اكثر. طب دكتور، انا عايزه اغوص قليلا في التفاصيل، هي هتكون يعني اجباريه ولا هتكون اختياريه؟ احنا قلنا ان هي هتكون من اول اولى اعدادي، ولكن هتكون اختياري اجباري للطالب ان هو يتعلم لغه اجنبيه، وده ما مش موجود في كثير من الدول العربيه، ان من منذ اولى من كي جي 1 من رياض الاطفال مش اولى ابتدائي بيتعلموا لغات اجنبيه. مصر تتحمل هذا العبء في تطوير مناهجها وادخال اللغات الاجنبيه اللي هي المحوريه والاساسيه في العالم في مناهج الدراسيه منذ اولى ابتدائي ومنذ كي جي 1 ايضا، لان اليابانيه موجوده في برضه في المدارس اليابانيه والمدارس الالمانيه موجوده، لكن دي هتعمم في المدارس الرسمية والخاصة، ما
مثل اللغة الإنجليزية لها كتاب مقرر، لها درجة نجاح ورسوب بيختارها الطالب بيدرس فيها. وكثير من الطلبة اللي بيتقنوا اللغة الفرنسية في الهندسة وفي الطب وفي التجارة وفي هذه الأمور بيجدوا سوق العمل بيتطلبه. فهي القضية قضية إن إحنا بننفتح على سوق العمل، صحيح، نسلح الطلاب والطالبات بالمهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع سوق العمل المتغيرة والمنفتحة على العالم كله. يمكن الوزير قبل كده أوضح برضو نقطة مهمة، إنه هيتم ترجمة المحتوى الرقمي اللي موجود في بنك المعرفة باللغة الفرنسية. لا هو موجود. فده فيه كمان هيكون ترجمة لحاجات كتيرة قوي. بنك المعرفة زي ما حضرتك قلت في فيديوهات وفي مواد دراسية مختلفة، إحنا مش هنترجم، إحنا هنستعين في فرنسا وفي الدول الناطقة باللغة الفرنسية لأنها تزودنا في المواد التعليمية وزودنا بالفيديوهات وزودنا بالمعلومات اللي ممكن والكتب والمراجع اللي نحطها على البنك المعرفة اللي ممكن نتعامل فيها، لأن احنا مش هدفنا الترجمة بقدر ما هدفنا ان احنا ننفتح على ثقافات أخرى ونستفيد، زي الفيديوهات اللي موجودة باللغة الإنجليزية، صحيح، والكتب والمواد التعليمية والمواد، لأن المكتبة الإلكترونية أو المكتبة الرقمية دي أكبر مكتبة في العالم العربي ودي متاحة للمصريين فقط وليس واللغة الفرنسية كمان من اللغات الجميلة جدا والسهلة بالمناسبة، يعني هي بتعتبر من أسهل اللغات. دكتور حسن، شكرا ليك على مشاركتك معنا.